بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل السادة المشاهدين، ويوم جديد وحلقة جديدة مع حضراتكم، وبيتجدد فيها اللقاء وبرنامجكم فيها حاجة حلوة. حقيقة النهاردة احنا مفتقدين دكتور خالد، كان بيشاركنا دايما الحلقات ولكن هو مشغول الفترة دي، هيرجع لنا إن شاء الله مرة تانية وينور البرنامج الفترة الجاية، مستنينه. النهاردة بقى الحقيقة احنا محضرين لكم حاجات حلوة جدا. النهاردة معانا فقرتين مهمين جدا، فقرة فنية وفقرة متعلقة بالصحة النفسية. هنبتدي الحقيقة معاكم بالفقرة الفنية. والحقيقة يعني دايما لما بنتكلم عن الحاجة الحلوة بنتكلم عن الست المصرية، عن المرأة. المرأة قد ايه مبدعة، قد ايه دايما قوية، قد ايه دايما ممكن تصنع من لا شيء شيء. قد ايه النهارده احنا بنتكلم عن المشغولات اليدويه والهاند ميد اللي بقى يعني ليها باع طويل جدا معانا، وخصوصا انه يعني اصبحت صناعه، اصبح ممكن الست المصريه تعمل منها دخل وتعول اسرتها وتقدر ان هي تشتغل، وفي كورسات كتير قوي بتعمل على الموضوع ده. النهارده هنتكلم في الفقره بتاعتنا عن الهاند ميد والمشغولات اليدويه اللي من عجينه السيراميك. العجينه السيراميك بقى لها فتره بنتكلم عنها، عايزين نعرف هي عباره عن ايه، بتطلع ايه بالظبط. هنعرف تفاصيل كتيره جدا مع المبدعه والفنانه الجميله معانا النهارده، استاذه يسرى حسين، مصممه المشغولات اليدويه بعجينه السيراميك. اهلا بيك. اهلا بيك، منوراني ومشرفاني. مبسوطه قوي بوجودك معايا. انا المبسوطه جدا ان انا معاكي، وبقالي فتره طويله ما طلعتش في التي في اساسا، فحمستني قوي اسم القناه في حد ذاتها مصر الزراعيه، وفي نفس الوقت انتي كان مكالمتك جميله جدا. مشكرك. وحقيقي انا بحب المذيعات اللي بتبقى مهتمه بالصناعه، مهتمه بالهاند ميد، فكون ان الناس تبقى مستوعبه ده حاجه جميله قوي. انا اللي بشكرك على تشريفك لينا، وعلى انه قد ايه فعلا يعني المجال ده محتاج خبره، وانا شايفه ان انت بداتي فيه من بدري قوي، وخصوصا ان عندك يعني ابداعات هايله جدا فيه على مدار السنين اللي فاتت، وانا بتابعك، وخصوصا انه شغلك بقى كمان متنوع، مش محصور بس في الاكسسوري. خلينا الاول عن بداياتك مع شغل الهاند ميد وعن عجينه السيراميك، اشمعنى اخترتي حاجه بصي بدايتي انا في عيله اغلبها يعني اغلبها تقريبا كلها يعني بيشتغلوا في الفن. مامتي تربيه فنيه، بابايا كان مهندس زراعي بس ديكور، يعني شغله كان في حاجات كتير قوي ليها علاقه بالديكور. الله. علشان بابا برضو كان مقاولات وحاجات كده، فالفكر عمي برضو ومراته، يعني اختي، كل العيلة هتلاقيها يا إما تربية فنية فنون جميلة أو بيحترفوا الفن. النشأة يعني ساعدتك بشكل كبير، أو البيئة المحيطة كلها خلت جواكي الفن ده. من وأنا عندي 4 سنين عملت حاجات في الديكور بتاع البيت. ياه. بقلد يعني. الفكرة بتبقى في كده، علشان كده نفسي بجد أي أب وأم يهتموا بولادهم، يخلوهم يجربوا. إيه المشكلة أما يبوظ حيطة شوية بس هتطلع منها حاجة، هيفتكر طول عمره الموضوع، ويمكن يقعد في تي في يقول الكلام ده زي ما انا بتكلم دلوقتي. بدات المدرسه طبعا ليها عامل كبير، والدتي ووالدي وتشجيعهم ليا، الالوان موجوده عندي على طول، كل الكتب كانت متاحه، الامكانيات موجوده، فبتسهل لك اكتر ان انت تدخلي في المجال. وانا كمان كبيره شويه، ما كانش ايامي لسه الانترنت زي الشباب الصغير دلوقتي، يعني انا استغليت الانترنت من 2000. بدأت أدخل بقى وأتابع الدنيا فيها إيه بره، الكلام ده كله ده نقلني نقلة مختلفة تماما، لأن دايما الكتب بتبقى قبل ما بتجينا بتبقى متأخرة شوية. فن السيراميك بدأت فيه من تقريبا 94 أو 93 في المدرسة. جدا. بصي كان تجربة في المدرسة ان الطلبة هيقدروا يعملوا شغل بالعجين ولا لا، وما كانش بقى كده خالص، ده كان الورود، البوكيهات، التابلوهات، الحاجات التقليدية جدا. فلعبت شوية وجربت الموضوع شوية، بعد كده خلاص بقى دخلت الجامعة واندمجت في الدراسة. انا اداب اجتماع اصلا، ماليش علاقة بالفن، فبعدتي خالص عن المجال. خالص بالظبط. بعد كده بدأت بقى من كتر ضغط الشغل والحياة عامة، فبدأت أرجع تاني للهواية. كانت ماشية مع الشغل شوية من 2005. بعد كده 2007 تفرغت تماما بقى للعجينة السيراميك، ان انا هطلع منها حاجات مختلفة. حبك لموضوع الفنون وخصوصا المشغولات والحاجات دي، بتحب يعني الإبداع.
فطلع عندك الفطرة الجميلة اللي انت اصلا بدأتي فيها من زمان. بالضبط. هل العجينة كانت متاحة؟ هل ايه اللي خلاكي يعني تفكري ان تطلعي منه الشغل المبهر اللي احنا شايفينه النهاردة؟ مش اكسسوري بس، مش طبلوات بس، يعني فازات، في حاجات تشكيلة منوعة. لو انت بعد ما سبتي البرنامج روحتي البيت كيس نشا وغيرة ابيض هتعملي عجينة سيراميك. بس ياه، يعني بالسهوله دي يا جماعه؟ الله، والله بالسهوله دي. بصي هتخليني الموضوع يطلع في دماغي واروح اجربها بجد. وبصي هقول لك، ممكن يعني ممكن تتابعي بقى في فيديو، انا بنزل فيديوهات تعليميه مجانا، في حاجات كتير قوي متاحه. ممكن نطلع مع بعض اوريكي ازاي الدنيا بتتعمل. لان يعني انت مش حاصره الموضوع عليكي، ده انت حابه تقولي للناس وتعرفيهم. في ناس بتخبي الاسرار بتاعت مهنتها دايما. بصي ما فيش حاجه دلوقتي بتستخبى، بالعكس، ده انا لما هعلم ناس ويبقى في عندي ستاف تاني هم هيساعدوني ان انا اكبر، لان انا ممكن هشتري منهم قطع، انا ممكن اشتغل في حاجه هم يشتغلوا في حاجه تانية، ونكمل بعض ونجمع بعض. ممكن نبقى يعني مش عايزه احرق مش الكلام بتاع جهاز تنميه المشروعات من بدري كده، بس الفكره في ان احنا لما بنعمل تجمعات مع بعض، لما بننزل معارض مع بعض، تقدري بعد كده تجيلك فرص تصدير بره، تبقي ده الحلم بتاعنا كله. فانا عندي مشكله ان انا بشتغل دلوقتي مثلا لوحدي، معايا 2-3 تانيين ممكن اخد منهم حاجات نكمل بعض، نطلع الشغل بره. فلو انت معاكي فريق عمل كويس وناس فعلا بتشتغل، ممكن حاجه صغيره قوي، احنا هنفتح مجال لستات بيوت بدل ما يبقوا قاعدين يلاقوا دخل ليهم كويس. نقدر نعمل شغل متكامل، ابقى انا فخوره بالقطعه بتاعتي، ده احنا اللي عاملينها مش انا، بتفرق في الحته دي قوي. جميله قوي، يعني فكره ان يبقى في ورك شوب او انه يبقى في يعني تيم ورك، الناس بتشتغل مع بعض وتطلع فن جميل. كلمينا بقى على الشغل اللي جايبه لنا النهارده، لان حقيقه متشوقه جدا امسك قطعه كده، قطعه واتفرج عليها. فورينا كده الحاجات الجميله اللي جايبها لنا. بصي احنا نبدا بمثلا حاجه زي كده، دي حاجه من الشغل اللي انا بحبه قوي، جزء ليه علاقه بالتراس اكتر من اي حاجه. ده الكردان بتاعنا العادي، بس بدل ما كان 3 وتقيل قوي، لا احنا عملنا الوحده دي بعجينه السيراميك. هي بتبقى ساده خالص، في شكله المودرن بقى. الله، بتبقى ساده كده، واحنا بعد كده بنرسم عليها يدوي. ده رسم يدوي، واخده الطراز النوبي بالمثلثات بتاعته. ممكن تتطول لو اي حد مثلا لابس حجاب او كده، هيطولها مفيش مشكله. فيها بقى مرمر داخلين، كريستال، الفضه بتاعتنا، الحاجات دي كلها بتسري اكتر القطع الفنيه. يعني انت مش بتعتمدي بس على عجينه السيراميك، انت بتدخلي خامات تانية معاها. بالظبط، احجار ورسومات والرسم بقى عليها. احنا بصي انا طورت في العجينه، ان احنا العجينه حاجه سلسه جدا، ممكن تعملي بيها اكتر من حاجه. جميل. فدي اول حاجه، ده شغل ستامب عاديه جدا، ستامبات. وبعد كده طب هيبقى ستامب بس، عيب يعني، عيب عليا. فبدات دخلت الرسم بالظبط عليه شويه. جميل. في برضو مثلا حاجه زي كده، الله، ده بقى الستايل الفرعوني بتاعنا. بعدنا شويه عن الشعبي او الشرقي بتاعنا. ده شغل زهره اللوتس كلها. الله. دي عجينه السيراميك القطعه كامله، والاحجار كلها بعجينه السيراميك، ومطعمه بقى بالمرجان وبال بقى احجار تانية كمان. يعني كل دي قطع عجينه السيراميك وفي وسطيها احجار، فادت رونق كده شويه بالظبط، تعمل شياكه اكتر. تخيلي بقى كل دي انت بتعمليها، بتسيبيها تنشف في الهواء عادي لمده اسبوعين، بعد كده تبداي تشتغلي عليها. ده شغل نحت بس بطريقه الحرق. يعني انا بعمل شغل اصلا بالحرق على الجلد وعلى الخشب كنت زمان. فطورت الموضوع، عملته على السيراميك. الله. قبل الحكايه. وبعد كده بنبدا نديها اللون الذهبي علشان تنور اكتر. الله. وتبقى لايقه اكتر لا يعني مهندسه ديكور، الله، يعني بتظبطي الدرجات مع بعض. محتاج رسم وان حد يكون بيعرف يرسم ويشتغل ويكون عنده كمان ثقافه. يعني تقولي ده دي زهره اللوتس، ده الفن النوبي، فعندك ثقافة وانت بتشتغلي القطعة حتى بتاعتك، مش اي حد. بصي هي دايما احلى حاجة، او فكرة الاحتراف في حد ذاته، لما تحترفي مجال معين بتقدري بقى تجمعي كل اللي انت اتعلمتيه على مدار حياتك تدخليه في شغلك. سواء بقى كان فن، إدارة، كل المجالات، هي دي الميزة بتاعتها. ده حاجة تانية مش طريقة النحت، ده كان يعني اختفيت السنة اللي فاتت كلها، كنت ما بين حاجتين، يا إما مركزة قوي على فكرة النحت على السيراميك بأصوله،
والتدريب بقى في المجال الاداري علشان مشروعي فعلا. ادي كورسات، وانا كمان اخد كورسات في مجال الاداره ورياده الاعمال والحاجات الكتير اللي احنا شويه يعني اغلبنا دايما بيبقى واقع فيها. فاحنا النقطه دي هجيلها لانه انا محتاجه اعرف منك المهم من الست المصريه النهارده بعد ما تعمل مشروع ازاي تقف على رجليها والمشروع تعرف تسوق له صح وتقدر ان هي تقوده. القطعه اللي في ايدك دي انت قلتي فيها اكتر من حاجه. دي اكتر من حاجه، ده كريستال. ده كريستال وفي حاجات تانية بيدخل فيها مثلا العقيق بدل الكريستال. تمام. وده شغل نحت كله، اللوتس والجعران. جميل. واعتقد كل الاعمار ممكن تلبس القطعه. ممكن دي. هي الفكره انت بتلبسيها امتى وعلى ايه. أيوة. يعني انا ممكن اكون بلبس قطعه زي دي في الشغل، عندي ميتنج مهم فهلبسها تحت الشميز، ده هيبان منها بس الجزء اللي تحت، يعني كل ده هيبقى متغطي الجزء الصغنن. لو انا مثلا محجبه فيكفيني ان البروش نفسه يبان. بالظبط. فده هيبقى حاجه لطيفه قوي. لو انا بقى لابساها بره خارجه بالليل، مش هقول لك مثلا ابريمدي او ابقى في سهره، بس حاجه خفيفه مش هتبقى برضو حلوه قوي لو انا لبستها على حاجه ديكولتي او فستان اسود كحلي. بنوع بقى في اللبس بتاعك، بتنطق يعني الاكسسوري دي بتنطق دايما اللبس، بتخلي لو انت لابسه حاجه ساده ومش ما فيهاش اي شغل تخليه طقم هايل جدا لو بس قطعه اكسسوري هايله. يعني بالظبط. هي بصي القطعه نفسها احنا بنلبس الاكسسوارز ليه؟ عشان نكمل اللبس بتاعنا. انت لو عندك لبس كله ساده ولعبتي بالاكسسوارز لقيتي نفسك بدل ما يبقى عندك قطعه واحده او قطعتين ممكن توصلي ل 20 30 قطعه. اغير في الطقم اكتر من مره بسبب الاكسسوارز. بالظبط بالظبط. ده حاجه بقى مختلفه شويه، واخده الستايل شويه الكلاسيكي بتاعنا الدورين. الكور دي كلها بعجينه السيراميك. ده كان تحدي ان انا اعمل كوره بالحجم ده كلها بعجينه السيراميك، مش جواها خرز. مجهد الصعب. بصي هي صعوبتها في التكنيك بتاعها، يعني هي انت تحافظي على الدوران بتاعها. مدخله كذا لون انا شايفه ومدرجاهم ازاي يعني. بصي بندخل كذا لون مع بعض بقى وبنبدا نشتغل عليها. فدي الوحدات الكور كلها بعجينه السيراميك والوحدات الفواصل برضو دي. بصوا يا جماعه يعني مدخله الدرجات مع بعض بتناسق، عامله لك رسمه كل حجر لوحده رسمه داخله، تناسق الالوان عامل زي الموج كده، البينك مع الابيض مع الاسود، مديالي كمان راحه نفسيه وانا ببص على القطعه نفسها. بصي هي يعني حلاوه القطعه اللي انت بتبقي لابساها في ايه بقى؟ ان انت تدخلي معاها احجار، يعني انا هنا مدخله الجاد، مدخله العقيق، مدخله الكريستال. الله. فان انت تبقي شايفه كل ده، مدخلاها مع عجينه السيراميك، تبقي شايفاها قطعة واحدة قيمة قيمة وحلوة، ما حسيتيش ان هي فقيرة في الفن بتاعها، ما حسيتيش ان هي فقيرة في الالوان بتاعتها. مدخلة لولي المايوركا كمان معاها، يعني في ناس اول ما تسمع ده ايه ده كتير قوي، لا جربي شوفي انت ممكن الدنيا تبقى عاملة ازاي، ما تمشيش على مدرسة واحدة. مش هنجدد نفسنا لو فضلنا ماشيين على نفس الطريقة بتاعتنا، بس ممكن تجربي تبتكري حاجات مختلفة. وده بيطلع منك احساس الابداع بقى، ان انت كل شوية طلعي يعني قطعة جديدة او شكل جديد، حاجة جواكي بتوحيلك بده ولا انت بتفكري في الديزاين، ولا حد مثلا بيطلب منك لا انا عايز شكل معين؟ ايه اللي بيجيب الحاجات الجميلة اللي احنا شايفينها دي التشكيلة المختلفة؟ هقولك على حاجة، لما حد بيقولي على الديزاين ده يعتبر بالنسبة لي بقى تضيع للوقت قوي، لسبب ان دايما بيبقى خيال اللي قدامك هو شايف حاجه معينه، ممكن تقعدي عشان تقنعيها تاخدي وقت بيتنفذ، بس بياخد. لو انا اعتمدت على ده في شغلي مش هينفع، بس ده جزء من شغلي ان انا في ناس مثلا تحب حاجات معينه ممكن اعملها لها، او اقول لها طب ايه رايك هعمل لك كولكشن جديد اختاري اللي يناسبك من الكولكشن. على حسب برضو اللي بتكلمني، ممكن تبقى واخداني في حته بعيد عني خالص. يعني ممكن حد يبقى عايزني اعمل حاجه ليها علاقه بالصياغه اكتر مش بالشغل العجاين بتاعه السيراميك. لان انا عارفه مركزه على تكنيك معين قوي وبتفاصيل يعني دقيقه قوي، يعني دقيقه قوي، بتحبي الحاجه تطلع بفن مش اي حاجه وخلاص. بالظبط. فلما الناس بشكل عام لما بيشوفوكي بتشتغلي في الاكسسوارز فاكرين ان انت لا ممكن تعملي اي حاجه. بس ده ممكن يبعدك عن الخط بتاعك او اللاين اللي انت ماشيه فيه. بالظبط. فاللي بعمله ايه؟ ان انا بعمل الكولكشن اختاري
اللي ممكن يكون مناسب اقعد معاكي في حاجه تانية بقى، ان انت ممكن تكوني بتحبي حاجه سامبل اكتر، ممكن تكوني بتحبي حاجه فيها شغل زياده. تقولي لي هي ليه انت ليه دايما بتعملي المات؟ كان زمان بيعملوا بيقولوا لي كده، احنا عايزين حاجه بتلمع. في ناس تحب المظهر، الحاجه الملفته. بالظبط، فده كان صعب شويه في الاول، لان كان العجينه السيراميك مش سهل ان هي تقبل ان هي تبقى بتلمع قوي كده. ففضلت ورا الموضوع لغايه اما جبته وبدات فعلا الاحجار تبقى تاخد سبراي العزل، بدل ما يبقى عزل عادي لا يبقى فيه تلميع، يبقى فيه شغل اكتر باين باللمعه بتاعته. مرحله التلميع دي بتاخد منك مواد معينه وخامات بقى عشان بعد ما يطلع من السوي بتطلعيه في الفرن وبعدين تطلعيه اسبوعين؟ لا، احنا ما بندخلش فرن خالص. احنا بنعمل ايه؟ العجينه بتبقى عجينه عاديه سامبل. جبنا كمان العجينه يا جماعه، يعني ادوات بقى هنشوف كمان. اهم حاجه في عجينه السيراميك لازم تتشال في كيس مقفول خالص. ده ما يدخلهاش هواء خالص، ما يبقاش فيها هواء. انا ملونه العجينه علشان تبقى واضحه معايا في التصوير. فدي واخده لون روز فاتح شويه. ايوه دي كده العجينه بتاعت السيراميك. بصي المطاطيه بتاعتها عامله ازاي، جميله قوي، تحسي يعني تقدري تطوعيها في ايدك كده. بالظبط، سهله جدا، ما فيهاش اي مشكله، زي كانك بتلعبي بالصلصال. فطيب تعالي نعمل بيها حاجه، مثلا لو احنا هنعمل الخرزه الكوره مثلا، على هنعمل كده بدورها بقت كوره. تمام. الله، هي الفكره ان انا بخرمها بالخشب من الجنب وببدا انشرها، تقعد فتره لغايه اسبوعين لغايه اما تنشف خالص معايا. طيب تعالي نفس العجينه اهي نعملها حاجه تانية. طب سريعا بس عشان احنا خلاص وقتنا بدا يجري مننا، معانا طبلوهات ومعانا فازات عليها ورد. انت الموضوع مش اكسسوري بس زي ما الناس فاكره، لا ده في حاجات ممكن اطلع افكار تانية. وريها كده للناس عشان الناس تاخد بالها، لانه يعني التابلو مثلا حاجه زي كده اشيله ولا اوكي. عملتي ورد وعملتي فن. ده كذا نوع من انواع الزهور الموجوده. بياخد طبعا اللمعه دي السبراي اللي في الاخر خالص بتاع التلميع. بنبدا نعمل قطعه قطعه وبنجمعها على التابلو، الورد البلدي، الزنادق الصغيره، الزهور الصغيره، البراعم، الورق، الشجر. كل ده بتعمليه لوحده وبعدين تحطيه على التابلو؟ كله يدوي تماما. الله. بالعجينه بتتعمل، حتى ورق الشجر بجيب الورق الورق البطاطا والورق بتاع الورد البلدي وببدا اخد الستامب بتاعته الطبيعيه. الله. والفازات اللي معانا انت مدخله في بروشات، مدخله في يعني حلقان، عامله تشكيله هايله جدا. بتقدري الناس تتواصل ليكي من خلال السوشيال ميديا؟ عامله ليكي بيج او اسهل حاجه الهاشتاج بتاع يسرى اندرسكور حسين بالعربي او بالانجلش. واي حد حابب يتدرب على عجينه السيراميك او ينورني في المعرض بقى بتاعت تراثنا ان شاء الله بتاع جهاز تنميه المشروعات، اهلا. ان شاء الله نحاول نجي لكم، لان كنا معاكم السنه اللي فاتت في تراثنا. قد ايه يعني موضوع انه تعملي لنفسك مشروع وتقدري ان انت تطلعي فيه هواياتك وفنك وحبك خصوصا لو عندك موهبه اصلا وفطره انت مولوده بيها. الدعم اللي احنا بناخده من جهاز تنميه المشروعات في حته المعارض التدريب ده مهم قوي 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 قوي. يعني اتمنى ان الناس كلها تشرفنا من 2 ل 6 اكتوبر، معلش انا اسفه بعمل الاعلان، بس حقيقي هتلاقوا كل المشغولات اليدويه، هتلاقوا حاجات جميله جدا في المعرض، اتمنى ان انتم تنوروا. ناس تتدرب وناس تاخد كورسات وتقدري ان انت تحولي النهارده من موهبه لمشروع ودخل لاسرتك، لكل ست النهارده معيله، لكل النهارده ست حابه ان هي تساعد في اسرتها، تقدري تطلعي من حاجات بسيطه جدا زي ما قلتي نشا وغير ابيض. موضوع سهل وبسيط قوي، نورتيني يا يسرى واتبسطت قوي الفن الجميل ده، ومبدعه انت دايما يعني متالقه في المجال ده، وخصوصا انا يعني كنت مبسوطه انك من الناس القديمه اللي بدات في المجال، فقدرتي توصلي لنا يعني خبره وخلاصه المجال. واي حد يحب يتواصل معايا في اي وقت اعرفه بدايه الطريق ازاي ينمي مشروع، زي مش شرط سيراميك بس، اي مجال. احنا دلوقتي كلنا منفتحين على اماكن كتير قوي، وزارات كتير قوي بتدعمنا، التلفزيون بيدعمنا. ابداوا اشتغلوا من
من البيت، مش هنروح في حته بعيده، ولادك هتقدري تربيهم احسن، انت هتلاقي نفسك بتعملي حاجات كتير قوي. فاتمنى ان الرساله توصل لكل الناس. وصلت، وانا اتبسطت بيكي قوي النهارده، الحلقه كانت جميله، بشكرك. ولسه مكملين مع حضراتكم حلقتنا النهارده، وهندخل في الفقره الثانيه والاخيره، واستقبلنا الموسم المدارس كان لازم علينا ان احنا نتكلم عن صعوبات التعلم. هتقونا بعد فاصل قصير، استنونا.